يقول: في بلادي يوجد الكثير من المتصوفة، وهناك بعض المشايخ نحسبهم والله حسيبهم من الذين يتبعون المنهج الصحيح، يقومون على محاربة التصوف وفضح المتصوفين، لكن بعض الناس يقولون عليكم بدعوتهم باللين، في حين أن المتصوفة هناك أشداء على أهل السنة، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ استمروا على الدعوة، على الدعوة إلى الله، استمروا ولا تيأسوا من هدايتهم أو إقامة الحجة عليهم وبراءة ذمتكم. نعم.